دولة الدين المجيدة كان لابد أن يعمل جميع أفراد الشعب في تناغم حتى نصل ببلدنا الحبيب إلى بر الأمان. ومن هنا جاءت فكرة حملة بلدك محتاجاتك. كان ذلك بعد خطاب الفريق الأول عبد الفتاح السيسي والذي أعلن من خلاله انتصار إرادة الشعب وجلاء الاحتلال الإخواني عن مصر. هذا الاحتلال الذي دام عام حول فيه جمهورية مصر العربية إلى جمهورية الموز، وحاول أن يحول الشعب المصري من شعب حر أبي إلى شعب مستعبد، ولكن هيهات. الشعب الذي عاش عمره يحلم بالرخاء والازدهار لن تأتي حتنة من الإرهابيين أيا كان عمرهم أو قوتهم لتسيطر عليه، فالعنف لا يصدر إلا من فكر مشوه يقنع به العقل المريض. من هنا جاءت فكرة حملتنا الشعبية، والتي نؤكد ونؤكد أنها حملة شعبية غير رسمية، وليس لها أي انتماءات سياسية أو حزبية، ولا تتبع أي شخص أيا كان هو مين. حملتنا بدأت يوم 4/7/2013، كانت عبارة عن فكرة وليدة قام بها مجموعة من الشباب رغم اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم إلى أنهم اتفقوا جميعا على حب مصر. فكان أول ما قمنا به أن أطلقنا حملة على الإنترنت ناشدنا من خلالها الدكتور عصام حجي العالم المصري ووكالة ناسا من خلال أكثر من 1000 إيميل ونداء عبر الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مطالبين سيادته بالعودة إلى أرض الوطن صفة منا في كفاءاته وإخلاصه وحبه لوطنه. تعمل اللجنة على نظام متكامل داخل جميع أنحاء الجمهورية. الحمد لله وصلنا إلى الانتشار في 27 محافظة وجميع محافظات مصر. إحنا مقسمين لجنة التنظيم إلى 5 قطاعات. كل قطاع مسؤول عن مجموعة محافظات. عندنا قطاعين مسؤولين عن الصعيد، شمال الصعيد وجنوب الصعيد. عندنا قطاع كامل للقاهرة الكبرى، الجيزة والقاهرة والقليوبية. عندنا قطاع لمحافظات قناة وسيناء شمال وجنوب، وقطاع لوجه بحري والمدن الساحلية كالإسكندرية ومطروح. على كل مفاصل الدولة وكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية، إلى أن شعب مصر الواعي كشف مخططاتهم وبقيت العديد من المؤسسات أصبع عصية عقب عنهم، ومن بينهم مؤسسة الأزهر التي حاولوا يحاولون بسط خيوط شبكتهم حولهم، لكنهم وجدوا شيخا عارف كيف يفضح امتيازاتهم ولم يدخل بالتعاقم بسهولة مرجوة، بل دافع عن مواقفه التي تدعم إلى بقاء مؤسسة الأزهر بعيد عن التجاذبات السياسية والتوظيف المريب. ونتيجة لهذا الموقف الشجاع حاول الإخوان التخلص من عقبة أحمد الطيب بل بكل الطرق، وما أفاض الكأس هو رفض الشيخ مشروع الصكوك الذي حاول الإخوان تمريره. فكانت حادثة تسمى بعض طلاب الأزهر التي وظفها الإخوان، وخرج الطلاب الموالين لهم في مظاهرات طالب خالد الدكتور احمد طيب. والاستاذ محمد ابراهيم من ضمن رجال الاعمال اللي ظلموا، ان رجل اعمال تعرض لعمليه ابتزاز وضغوط من قبل جماعه الاخوان المسلمين، ويجب الاشاره الى ان رجل اعمال محمد ابراهيم رفض الاستجابه لهذه الضغوط وقاومها كما قام. عمال مصانعه واحتضنوه وساعدوه في مقاومة هذه الظروف. أقدر أقول ألف مبروك لحملة بلدك محتاجالك، لأن اللحظة اللي أنا فيها دي بتقول إن الحملة نجحت، ودليل صوت الناس الشرفاء اللي عملت مداخلات واتكلمت، وكل واحد عبر بطريقته عن رأيه وقال كلمة هو شايفها انها كلمة حق. هو ده الهدف الرئيسي من حملة بلدك محتاجانا. النهاردة احنا حملتنا اللي انا بشرف بانتمائي ليها ما بتقفش عند شخص ولا اشخاص. حملتنا بتقف عند كلمة حق بترد لأي مظلوم، مش في 30 سنة، في تاريخ مصر. حملتنا مش واقفة عند شخص بعينه. حملتنا بتقول يا جماعة أسوأ نظام شافته مصر في تاريخ قوامه 7400 سنة هي السنة اللي مرت على مصر في عهد الإخوان. الإخوان هم وقت
الظلم البين الحقيقي في تاريخ مصر.